مرحبا بكم أعزائي المشاهدين على قناة مستر إدمو في فقرة أقوال وحكم. في حلقتنا هذه سوف نسرد لكم أقوالا وحكما عن الثقة بالنفس وأسرارها. هيا وبنا نبدأ. الثقة بالنفس هي أن تعتقد في نفسك اعتقادا راسخا بإمكانية تحقيق الهدف بإذن الله رغم جميع الظروف والتحديات. تعلمت أن أثق بنفسي وأستمع إلى الحقيقة وألا أخاف منها وأحاول إخفاءها. من أراد أن يخطو بثقة فعليه أن يخطو ببطء. سامح عدوك ولكن لا تثق به. الثقة في الله أزكى أمل، والتوكل عليه أوفى عمل. إذا كان لك ثقة بنفسك فإنك سوف تلهم الآخرين بالثقة. رؤيتك السلبية لنفسك هي سبب فشلك في الحياة. لن تشعر أبدا بطعم الحياة إلا عندما تثق بنفسك. لن تكون مبدعا إلا إذا وثقت في نفسك ولم تطمح فيما لدى الآخرين. يجب أن تثق بنفسك، وإذا لم تثق بنفسك فمن ذا الذي سوف يثق بك؟ الثقة بالنفس لا يعني الغرور، ولكن الثقة بالنفس لدرجة استصغار الآخرين ليس إلا تعالي فارغ. الشخص الواثق بنفسه يقول: يبدو الأمر صعبا ولكنه ممكن. أما الغير الواثق فيقول: الأمر ممكن ولكنه يبدو صعب. قبل أن تستسلم فكر لماذا تمسكت كل هذه المدة. حينما لا تحب المكان استبدله، حينما يؤذيك الأشخاص غادرهم، حينما تمل ابتكر فكرة جديدة، حينما تحبط اقرأ بشغف. المهم في الحياة ألا تقف متفرجة. كانت هذه هي فقرتنا لليوم، أتمنى أن تعجبكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ومشاركتها مع أصدقائكم لتعم الفائدة. سلام.